المبادرة اللي طرحناها في معرض الكتاب هي مبادرة اسأل سجال. هذه المبادرة هي مبادرة ثقافية شبابية، طبعا تطوع كامل، لخدمة زوار المعرض القراء أو غير القراء، من خلال يعني مساعدتهم في الإجابة على تساؤلاتهم يعني في اللي يخص الكتب والثقافة والقراءة. طبعا احنا مش تنظيمي، احنا دورنا توجيه ثقافي، أي احتياج يخص القراءة الثقافة احنا نقدر نساعدهم. هذا بالنسبة للفكرة بشكل عام. طيب كيف كان بدايتكم يعني في السجال، التنسيق بينكم وبين المعرض؟ والله تواصلنا مع المعرض والحمد لله كانوا متعاونين معنا، كانت فكرة شبابية. هذه المبادرة تعتبر المبادرة الأولى في معارض الكتب، لأنها مش موجودة مسبقا أنه أحد يكون في إرشاد بخصوص القراءة والكتب، فالحمد لله كان في تعاون جميل وساعدونا بأن نظهر بالصورة اللائقة. كم عدد الأفراد المتطوعين اللي مشاركين معكم؟ والله تقريبا الفريق كامل تقريبا 100 متطوع مقسمين شفتات، اللي هو الصبح بينزل عدد والمساء بينزل عدد على مدار 10 أيام. سجال هو مشروع ثقافي شبابي يهدف إلى تكوين جيل قارئ ومثقف، ويهتم بصنع القارئ المتمكن من مهارة القراءة والنقد الإيجابي، كما يسعى المشروع لرفع مستوى ذائقة القارئ وتعزيز أساليب الحوار والنقاش الهادف. احنا هنا خدمة الزائرين ثقافيا، ارشادهم ثقافيا بخصوص الكتب، بخصوص القراءة، دور النشر، لو عندهم مشاكل في القراءة ممكن نساعدهم، نعطيهم حلول. طيب ايش شعورك انت كمتطوعة في هذا الفريق؟ والله شعور جميل، بالذات انك لما تخدم يعني جميع الزوار، مثلا يكونوا تايهين يعني احيانا مو عارفين فين ارقى الدور، يعني عارف الدور بس مو عارف فين مكانه، بالذات يعني كبار السن هم يعني موجودين كثير وتايهين مره، فلما تخدمهم مره يعني شعور حلو، يدعون لك يعني شيء مره طيب. اولا الحمد لله يعني شاركنا مع سجال، وفكرتهم يعني فكره جيده ورائعه عن القراءه والوعي ونشر الثقافه، وتطوع معاهم يعني يساعدك في معرفة يعني زيادة في المعرفة في القراءة والمعرفة والاطلاع، ويعني الحمد لله أننا شاركنا معهم. كيف شفتوا ردات فعل الناس اللي أنتم يعني بترشدوهم أو تدلوهم على شيء؟ والله الحمد لله يعني أغلبهم مبسوط، وأغلبهم يعني يجي يعني ما يلقى المساعدة، فالحمد لله نحن نساعدهم ونسهلهم يعني سرعة الوصول للكتاب أو الدار الموجودة، والحمد لله في تعاون منهم يعني الحمد لله. اسأل سجال مبادرة شبابية تابعة لمجلس سجال الثقافي، وتأتي ضمن أهداف الفريق الأساسية، حيث تسهم المبادرة في توعية القارئ بالكتب التي يحتاجها، وكذلك إرشاده إلى مواقع دور النشر وأماكن توفر الكتب التي يطلبها. الآن سنعيش تجربة مباشرة مع فريق اسأل سجال. نحن الآن نبحث عن دار نشر معينة، سنسأل عنها فريق اسأل سجال وسنرى النتيجة. أبغى دار مدارك للنشر. حنروح بحث دار اسم الدار دار مدارك، الموقع نحن هنا في الأخضر، فحتروح من هنا على طول ثالث لفة يمين. أمانة أنا مرة مبسوطة يعني بالوضع اللي احنا فيه، من أول ما دخلت حسيت شيء مريح، سهلوا لنا، أنت تعرف كذا دار كذا كتاب كذا مصدر، فما أدري يعني حسنا ما توهنا لما دخلنا، كل واحد يبغى يعرض خدماته يبغى يسهل لنا الأمر، شيء ممتاز الحمد لله. والله فكرتهم طيبة جدا جدا، ما هي طيبة يعني ممتاز. ليش؟ والله من يوم خشينا وسألناهم يمشوا معنا ويرشدونا ويوجهونا، وشوف هذا كذا كذا وهذه مكتبة كذا كذا. صراحة أنا أشكرهم جزيل الشكر وأسأل الله أن يوفقهم لعمل الخير. اسأل سجال فكرة شبابية متميزة تخدم رواد معرض جدة الدولي للكتاب. الفكرة لاقت استحسان زوار المعرض، فهي تختصر لهم الوقت والمسافة وترشدهم إلى الكتاب. لقناة اقرأ، عبد الله حامد، جدة.